السلام عليكم. غادي نتكلموا على المالي تحت 23 ومنتخب الكاميروني فاني اقل من 23 سنه. شلنا كيفاش امم افريقيا اللي راهي تندار اللي هي مديوره في مصر تحت 23 اليوم، شلنا كيفاش المالي الكاميرون وين فاز على المالي بواحد لصفر، وين كانت المباراه اللي كانت قويه، وين كل افارقه وين يعملوا من اجل الرايه الوطنيه تاعهم، الا عندنا هنايا يعني يعملوا من اجل الرايه تاع الجيب تاعهم. شلنا كيفاش اليوم المالي كاميرون مباراه في القمه، مباراه وين شلنا كيفاش نقولوا هذا اللاعب فارناك اللي سجل في الدقيقة 76 مباراة كانت في القمة. شوف كي تشوف كيفاش المالي كان اللعب كان متقارب كما نقولوا حنايا، التمريرات 334 تمريره المالي، 310 تمريرات الكاميرون، 74% الاستحواذ الكاميرون، 53% استحواذ للمالي. يعني شنا كيفاش نقولوا باللي مباراه في القمه. تشوف انت يعني لهنا تشوف تاعنا تاع 23 تشوف اللعابه تاع المالي تاع الكاميرون يجي يدي ثلاثة من ذوك صحاب الحمير تاو تاع المنقوش اللي راهم تاكلين عليهم هنايا. صحاب المنقوش يدي ثلاثة في صدره يقيسهم ويروح، ثلاثة في صدره يديهم ويروح باش ندخلكم ليه بريسانكم. شنو التشكيلة تاع المالي تحت 23 سنة وين شناهم؟ واحد ثلاثة لعبوا بربعة اثنين ثلاثة واحد، يعني شنا يوسف كايتا، شنا كيفاش سايكا، شنا يوسف تراولي، شنا بوكارا، شنا كيفاش بورما، شنا اليو، شنا كيفاش بوكار تور تراوري، شنا علي مالي، شنا ابراهيم كوني، لاعبين من جانب المالي، لاعبين في المستوى عالي. تشوف مستوى عالي. الكاميرون اللي راهي جايه بشباب، ناس لهم يخموا المستقبل، تشوف كيفاش سيمينو هذا الحارس تاع المالي اللي على بالك باللي حارس، انا تبالي باللي غادي من المستقبل في المالي، غادي في الكاميرون، غادي ماكاش لي حبسه، ماكاش لي ينجم يحبسه. وشنا كيفاش الكاميرون لعبت بربعه واحد خطه محكمه، شنا عمر غونزاليس، شنا غاي، شنا غاي، شنا رافائيل، شنا كيفاش سامويل إبسو، شنا كيفاش بريس، شنا كيفن أريك، شنا كيفاش فارناك اللي سجل الهدف الوحيد وخرج بعد ذلك، وين سجل الهدف في 76 وخرج. شنا كيفاش المدربين سونغ، المدرب سونغ تاع الكاميرون وهو معروف، شنا ديناغا الفانيك وهو معروف مدرب تاع المالي. يعني المباراة اللي كانت في القمة، مباراة كاميرون مالي كاميرون. تشوف كيفاش شنو بنقول لكم، تشوف انا تفرجت البارتية، غادي نزيدو نتفرجو البارتية تاع مصر غانا. يا ودي فوتبول غادي يشوفوه، يا لافريك راحت، انتوما راكم مولين هنا يا جماعة، انتوما مغلطينكم ناس، مكاش حنا هنا مكاش ناس تخدم على جال المصالح تاعها وصحيك. هذو اللي راهم حاكمين الفوتبول هنا عندنا، والله واحد ما راه يخمم على الرايه الوطنيه، كاع يخمو على جيوباتهم، والله ما على بالهم بها وين حاطها. تشوف المالي تشوف الكاميرون، راسك يضرك على بالك، تنظر تخاف من على يوجدوا فيهم 2022 2023، وروح يوجدوا فيهم هذو مستقبل تاع الفرق. هذو تشوفهم 2020 هذو المالي وتشوف كابي، تشوفهم 2020 تشوف منهم 4 5 2020. حنا ما عندناش، حنا ملي عندنا رانا ندورو فيهم، رانا من 2010 رانا ندورو فيهم، 2010 2011 رانا ندورو فيهم، ملي ما عندناش حنايا. هذه هي كيما نقولوا حنا، شنا المالي شنا كيفاش لعب، تقنيات كبار، فنيات كبار، خطط تطبيق، تشوف كيفاش. هذه هي ان شاء الله صحيح.